سواء كنت في منزلك أو في مقر عملك أو حتى في أي مكان آخر. أصبح الآن بالإمكان الدخول على بوابة الطالب من أي شاشة تريد على الرابط smart.ust.edu. أصبح هناك سهولة في كيفية التعامل مع الخدمات التي تحتاجها ومن مكان واحد. بعد الدخول على الرابط تقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور وسوف تصل إلى الشاشة الرئيسية للنظام. في الشاشة الرئيسية يظهر لك عزيزي الدارس مؤشر التحصيل العلمي والمعدل التراكمي بشكل جرافيكي لكل من مقررات الجامعة، مقررات الكلية، مقررات التخصص والمقررات الاختيارية. من هذا التبويب يمكنك الحصول على معلومات تخص الطالب من حيث الرقم الأكاديمي وكذلك التخصص، وكذلك الوصول إلى خصائص المستخدم التي من خلالها يمكنك تغيير المعلومات الخاصة بالبروفايل الخاص بك من تغيير لكلمة المرور ورقم الهاتف وغيرها. هذا التبويب يعرض بما يسمى Notification، وهي الرسائل التي تتلقاها من قبل الجامعة، وهي عبارة عن إعلانات أو أخبار تصلك أولا بأول لتكون على اطلاع بكل جديد. في هذا التبويب بإمكانك تغيير اللغة إلى اللغة التي تناسبك. تسجيل الفصل. في هذا التبويب بإمكانك تسجيل المواد وإلغائها ومعرفة كل من مقررات الجامعة من مقررات الكلية وكذلك مقررات التخصص والمقررات الاختيارية مع ظهور عداد الساعات الأكاديمية التي تم حجزها وما هي المواد المتعلقة بها وهل تتوفر لهذه المادة وسائط أم لا، مع معرفة عدد المسجلين في هذا المقرر من تخصصك ومن تخصصات أخرى. جدولي. من هذا التبويب بإمكانك اختيار مقعدك الامتحاني واختيار القاعة والوقت الذي يناسبك وكذلك إلغاء الحجز. نتائجي. من هذا التبويب تظهر جميع العلامات التي حصلت عليها. مواد تعليمية. تبويب للوصول للمواد التعليمية التي تم حجزها، وهي عبارة عن كتب إلكترونية وفيديوهات تعليمية ونماذج اختبارات ومحاضرات صوتية وكذلك إلكترونية. تبويب كشف الحساب. يوضح هذا التبويب عزيزي الدارس كشف حساب خاص بك من حيث المبلغ المسدد وكم المتبقي عليك. تبويب الاختبار التجريبي هو عبارة عن محاكاة لكيفية الاختبار بشكل إلكتروني حتى تكون متمكنا من النظام وتستطيع اجتياز الاختبار بنجاح. تبويب خدمات. يندرج تحت هذا التبويب ثلاثة تبويبات، وهي معاملاتي، إعادة تقييم، معاملات إدارية. تبويب معاملاتي. هذا التبويب يوضح كافة المعاملات التي قمت بها من معاملات إدارية ومعاملات تسجيل وإعادة تقييم. تبويب إعادة تقييم. بإمكانك عزيزي الدارس رفع التظلم بشكل إلكتروني سواء كان تظلم عام أو تظلم خاص والحصول على نتيجة إعادة التقييم. تبويب معاملات إدارية. بإمكانك عزيزي الدارس ومن خلال هذا التبويب التحويل من تخصص إلى تخصص والتحويل من مكتب إلى مكتب وكذلك تحويل نظام الدراسة وإيقاف وإعادة القيد.